وينضم معنا هنا في الاستوديو مستشار الاستراتيجيات الرقمية أيمن عيتاني. صباح الخير سيد أيمن. طب بداية، لماذا بدأت مؤسسات تهتم بتعليم الترميز للأطفال؟ شو هو السبب الأساسي؟ هلا نحن بحديثنا خلينا نحكي عن الكبار عم يتعلموا هالبرمجيات، وعن لحتى نقدر نوصل للصغار ونفهم ليش نبلش على الصغر. هلا كل المؤسسات اللي عم نشوفها نحن اليوم كلها في لها اسس تقنيه، يعني شركات مثل كريم واوبر هن شركات تاكسي، بس هن اساسهم التقنيه اللي خلتهم يوصلوا لهيدي المرحله الكبيره. وحتى مؤسسات كبيره، يعني حتى مؤسسات مثلا التامين والبنوك وكلهم عم يكونوا هن عاده تقليديه، بس هلا عم بيتحسن انه يكونوا اكثر تقنيا مكنين اكثر. فعم بيكون في حاجه للناس يلي في نوعين، في ناس يلي بتفهم بالبرمجه وفي ناس يلي بتبرمج. الفرق فيه انه يلي بيفهم بالبرمجه بيقدر يعمل استراتيجيه معينه للاشخاص، يلي بيبرمج هو الشخص يلي بيقعد ورا الكمبيوتر وعم بيعمل الرموز والبرمجيات. هلا نحن اولادنا اللي عم نعلمهم، نحن اليوم عم نعلمهم طريقة التفكير، يعني حتى استراتيجيا وطريقة تفكيرهم تكون بتساعدهم لما هن بيكونوا بعدين بمؤسسات عمل، بعدين بيقدروا عندهم تسلسل الأفكار. فمش عم نعلمهم برمجيات، يعني الرموز بحد ذاتها حرف، عم نعلمهم طريقة التفكير. حلو قوي الفكرة دي، لأنه معظم الناس لما تيجي تفكر في البرمجة وإن ده المستقبل يقولوا طيب الأطفال يتعلموا لغات البرمجة أو لغة البرمجة عشان يبقى مبرمج في النهاية، ولكن الأهم من ده إنه يبقى عنده طريقة التفكير اللي بتصنع البرنامج، مش بالضرورة اللغة البرمجة نفسها. صحيح، يعني لأعطيك فكرة، يعني أنا بالصف لما تخرجت منه بالجامعة، يعني أنا درست هندسة كمبيوتر. تمام. كنا 70 شخص، فوق 60 شخص راحوا مش كمبرمجين، راحوا على مؤسسات مثل البنك، لأنه البنك بده ناس عنده طريقة تحليل، عنده طريقة تفكير معينة ليقدروا يفوتوا بمشاكل أصعب. فما همهم انه بيعرفوا يبرمجوا، همهم انه عندهم طريقه التفكير المعينه هيدي. فمنشان هيك هيدي الطريقه يعني علمونا اياها للاولاد. الاولاد عندهم قدره استيعاب كثير كبيره، يعني احنا كيف نعلمهم لغات مثل الانجليزي والفرنساوي وغير لغات، عندهم قدره انه يتعلموها. وانا عامل دراسه لهيدا، يعني درست شو في المؤسسات عم بتعلمهم هالتعليم، عم بيعلموها بطريقه كثير حلوه، يعني في حركه، في الوان، في موسيقى، في طرق تعلم كثير حلوه لهالولاد. طب هل من ممكن انه تصير او تصبح تعليم الترميز جزء ضروري من التعليم التقليدي، او ممكن حتى انه هو يمحي التعليم التقليدي حتى؟ هلا يعني كتعليم تقليدي لحيضل، بس حيكون لغه من هذه اللغات اللي عم نعلمها. يعني التعليم التقليدي اليوم بيعلمون أسس الكمبيوتر، كيف ندوره، كيف نفوت على الإنترنت، كيف نستعمل وورد وإكسل. من ضمنها بيكون في طريقة التفكير كبرامج برمجيات. هلأ مش كل المدارس عندها إياها، منشان هيك عم نشوف نحن في كتير مؤسسات تجارية خارج المدارس. يعني كيف نحن بناخد أولادنا على الكاراتيه وتايكواندو والسباحة وتنس، بناخدهم يتعلموا هنوع يعني خارج نطاق المدرسة. في كتير مؤسسات هيك بتساعد مع الوقت، يعني كمدارس بيصير هن عندهم من ضمن الطريقة تعليمهم هذا الموضوع. طب ازاي ممكن انه الالعاب الجديده، كلمنا انه في العاب ممكن تساعد الاطفال ان هم يتعلموا الكودينج او ترميز الاطفال، ازاي ممكن لعبه ومن اي سن كمان؟ هلا نحن بنشوف يعني اولادنا كلهم كل يوم على الايباد والتليفون ويوتيوب والانترنت، يعني هن بطبيعتهم عم بتكون هيك. فنحن كاهل بس عم نفكر بهذا الموضوع، عم نساعدهم مش بس انه يكونوا هن عم بيستعملوا هالادوات، يكونوا عم بطريقه تفكير في هيدي الادوات. فبس عادة بيكون حتى لو بالبيت لحاله الولد عم يعملها، عادة إذا كان في مؤسسيات تعليمية أو غيرها يلي بتساعده شوي بالأول، فبيكون بكفي بعدين بالبيت، بيكون في تطبيقات على التليفون أو الآيباد بتساعده بكفي تعليمه. يعني كيف عم يتعلم اللغة بالبيت، اللغة مثلا عم يتعلم بيانو بمعهد، بس بالبيت بيرجع بيتمرن، شيء بيشبهه شوي أكثر بالبرمجية. طب والترميز هو بيأثر على ذكاء الطفل؟ هلا بالطريقه اللي بشوفها انا انه عندهم امكانيه كثير كبيره هسه الاولاد، فاذا بنقدر نعطيهم وقت اكثر بيقدروا هن يتعلموا اكثر. ففي هيدا يعني عندهم هيدي القدره، اذا عم نقدر نحن ننميها في استفاده منها هي لقدام، خاصه انه كل شيء حواليهم حيكون غير ما نحن تربينا عم نتعلم على الانترنت والتقنيه. التليفونات نحن عمرها التليفونات الذكيه من 2007 هن خلقوا كله حواليهم انترنت وتليفونات ذكية وكل شيء، والوظائف كمان هتتغير. ويمكن فيما يخص الوظائف، هل يعني اول حاجه بتيجي يمكن في ذهن يعني احد اب او ام بيتفرجوا علينا دلوقتي انه هعلمه الترميز او الكودينج هيطلع مبرمج او يطلع يشتغل في شركه
سوفت وير، اشتغل في شركه كمبيوتر، ولكن هو ده السؤال، هل هي دي الوظائف اللي بيحضروا الكودينج ليها او البرمجه ليها، ولا الموضوع اوسع من كده بكثير؟ يعني انت سؤالك بس اللي محله، لانه هو موضوع اوسع بكثير من هيك. يعني خلينا احنا بالنا هلا، اذا ابننا بده يكون عم بيبرمج، هلا في طلب على المبرمجين، بس اذا كل اولادنا تعلمت البرمجه حيبطل في طلب قد قبل، وبيكون يعني كراتب حيكون اقل، لانه في عدد اكبر من الناس وهيك. فنحن هون عم نعلم اولادنا ما يكونوا كمبرمجين بس. يعني انا عامل اول مرحله اللي هي طريقه تفكير، انه انا اذا بدي ازيح هيدا من هون لهون، يعني الكبايه شيء من هون لهون، او بدي اطلب سياره تخدمني مثل كريم او اوبر، او بدي استعمل تقنيه يوتيوب معينه، بس افهم شوي طريقة تفكيرها. يعني فيديو يوتيوب وين بيكون عم بخزن، كيف عم يوصل لعندي على تليفوني، ليش أنا بالبيت بقدر أعملها بس بالمدرسة أو ببيت ستي ما بقدر استعملها. يعني هيدي طريقة التفكير يلي عم نقول نحن عنا للولاد يلي عم يتعلموا يعملوها. في حال هني لقدام حبوا يتقدموا أكتر ويكونوا مبرمجين عندهم هيدي الطاقة واللذة، كان به. بس احنا بأول مرحلة ما نتوقع كثير من ولادنا، ما نطلب منهم كثير، عم نطلب منهم طريقة تفكير أكتر. وأنا بقارن مع الأهل أوقات، الأهل دائما بيقول لك أنا مش لقلي الانستغرام أو التليفون مش لقلي، عندهم هذا الحاجز المعين. إذا نحن ساعدنا ولادنا يتعلموا هالموضوع، هذا الحاجز النفسي، منه حاجز تقني، حاجز نفسي ما بيكون عندهم، فهذا بيساعدهم لقدام ياخذوا غير، يعني يتطوروا على صعيد نفسي اكثر بكثير من هيك. طب ما في حالات من الاطفال تعلموا او اهاليهم علمون ترميز او فاتوا بهذا المجال وفشلوا او ما حبوا هذا الموضوع او ما حبوا هذا المجال؟ اكيد، لانه يعني نحن كاهل اللي عم نعمل، يعني بس انت بنتك عمرها سنين ان شاء الله لقدام بس تكبر، بنجرب لهم السباحه، بنجرب لهم التنس، بنجرب لهم رياضيات وبيانو وكل شيء. انا تعلمت كذا وحدي، ما بحب البيانو، ما عندي قدره او 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 طولة بال، ف يعني بنجرب لهم كذا موضوع من ضمنهم هيدي يلي بنشوف نحن اذا عندهم لذة فيها وبيهتموا فيها اكثر بيفوتوا فيها هن اكثر، اذا لا على القليل بيكون الاسس المعينه موجوده بتكون. طيب واحنا بنتفرج على التقرير كان في جمله اتقالت يمكن بصيت لك ساعتها، كانوا بيقولوا انه المناهج اللي بيدرسوها الاطفال دول بتقارن بمناهج كليه الهندسه، ايه المقصود بالضبط؟ يعني هن بكلية الهندسة بيكون عندهم، يعني عندهم بيكون هو مشروع بيكون سنتين، بيكون ثلاث سنين أو أربع سنين، فبيكون كل سنة عن سنة في بيكون التعليم أصعب من تعليم تاني، يعني عندك أسس معينة عم يلي عم يتعلموها. نفس الشيء بالترميز والبرمجة، بنبلش مع الولد بأمور أساسية بأول مرحلة، بس يخلص أول مرحلة في تاني مرحلة وثالث مرحلة ومرحلة. وفي كتير مؤسسات، يعني أنا جديد عامل دراسة لفوق العشرين مؤسسة يلي بيعلموا البرمجيات بأمريكا وبأوروبا، عم شوف مين خرج يجي على البلدين العربية. في كتير من هالموجود. شكرا كتير لوجودك معنا مستشار الاستراتيجيات الرقمية أيمن عيتاني، شكرا لك.